أحكي بهذا المقطع عن طريقة استخدام اللوحة أردوينو ميجا لبرمجة متحكمات أتميجا من عائلة AVR. بالبداية رح أحتاج أكيد لوحة الأردوينو ميجا. طبعا اللي عنده لوحة أردوينو أونو نفس المبادئ تماما، الاختلاف فقط بأرقام الأرجل. هلا رح أشوف الاختلاف بمكان بسيط برمجيا، والتوصيلات يعني رح تصير تلقائية لجميع أو لمختلف أنواع المتحكمات ولمعظم لوحات الأردوينو اللي يمكن استخدامها كمبرمجة بنفس الأسلوب تماما للأسلوب اللي رح أعرضه بهذا الفيديو. في البداية رح أحتاج مجموعة من الأدوات. أول أداة هي أداة الأردوينو IDE، راح أعمل لها داونلود من هذا الرابط، طبعا الروابط ضمن الوصف. أنا عم أشتغل على نظام تشغيل ويندوز. الأداة الثانية راح أحتاجها هي برنامج الـ AVR دود، طبعا وله واجهة معمولة بهال البلوج. الواجهة يعني الـ AVR دود مع الواجهة اسمه AVR دودز، أيضا هذا عنوان البلوج. هذا خيار الداونلود من الجيت هاب. طبعا الشيء الثالث ممكن احتاجه هو التوصيل. التوصيل ممكن يكون عندي انا اخذ المثال من هذا الصفحة. هذا التوصيل لأردوينو ميجا مع متحكم أتميجا 328. أنا مثالي رح يكون مع أتميجا 32، ورح أشوف أنه أنا بس أعمل برنامجي لحتى يتعامل مع هالأرقام من لوحة الأردوينو، رح يكون عندي التوصيل مع أي متحكم. رح أدور على الخطوط المطلوبة منه لعميل البرمجة اللي هي SCK ميزو موزي ريسيت VCC وGND، وهيك رح يصير عندي الموضوع جاهز لي. المتحكم رح يكون عندي جاهز لي البرمجة. بالبداية بتبلش من بيئة الأردوينو IDE. بيئة الأردوينو بتعطيني رح أقول مقطع برمجي. مقطع برمجي من فايل examples Arduino ISP. Arduino ISP هيدا هو اللي أنا فاتحه. بشوف انه هذا الملف معمول لأجل لوحات الأردوينو أونو. أنا بدي أحوله لحتى يصير جاهز الاستخدام مع لوحة أردوينو ميجا. طبعاً التعديل بسيط جدا فقط أنا راح أغير بأرقام الخطوط اللي راح استخدمها للبرمجة. برجع بقول هي الخطوط ما فيها، إذا كنت عم تشغل أردوينو أونو هو معمول مشانها، ما في داعي تغير فيها. إذن أردوينو الأونو راح أقول إنه التغييرات عندي هي بالأرجل الأربعة اللي راح استخدمها بعملية البرمجة، اللي هي الخط ريسيت راح أمر رقم 53، والموزي راح أعمله 51، الميزو راح أعمله 50، والSCK راح أعمله 52، أيضا عندي الريسيت راح أعمله 53. هيك برنامجي صار جاهز لحتى حتى نحول الأردوينو ميجا إلى مبرمجة راح استخدمها لبرمجة متحكمات الأتميجا. بالبداية
اللوحة اللي عم شغلها هي أردوينو ميجا، فلهيك لازم اختار البورد. اختار البورد هي أردوينو ميجا. إذا كنت على الأونو تختار الأونو، وأشرت أنا بختار أردوينو ميجا راح يعطيني البروسيسور. أنا البروسيسور عندي الموجود هو 8 ميجا 2560، هو المعالج المتحكم الموجود على اللوحة. بعد ما اخترت اللوحة والمتحكم موجود عليها، هلا بدي أوصل اللوحة راح يعطيني الخيار الثالث اللي هو البورد. راح أوصل اللوحة، متأكد من وصل اللوحة راح أشوف إنه راح ينضاف عندي بإدارة الأجهزة. انتبه إنه نضاف عندي هذا المنفذ. هون بعطيها رقم حتى استخدم المبرمجة، عفوا استخدم لوحة الأردوينو كمبرمجة. بدي اضطر اعطيه هذا الخيار تردد 19 و200، البود ريت راح يكون عندي 19200 بيت في الثانية. اذا هذا هو الاعداد اللي بحتاج اعمله. مباشرة انا لما بوصل راح يتعرف عندي الاردوينو اي دي اي على المنفذ، واختار رقم المنفذ اللي تعرف عندي، وهو راح يتصل عليه لوحة الاردوينو. طيب هلا اللوحة وصلتها، بدي انزل عليها البرنامج. رح تنزل البرنامج بعد التعديل، بدي اعمل له فيريفاي. بعد ما عملت فيريفاي هلا راح اعمله ابلود على الاردوينو ميجا. هلا فيني اقول انه دون ابلودينج، صارت عندي اللوحة جاهزة لحتى استخدامها كمبرمجة. قبل ما انتقل الى الوصل مع المتحكم، بدي احكي شوي عن AVR Dudes. بالبداية لازم اختار من هالمجموعة الخيارات، لازم اختار الخيار Arduino Board as Programmer Using Arduino as ISP Firmware. هلا انا الاردوينو الموجودة عندي هي اردوينو صينية، لهيك احتاجت لدرايفر CH341. انا شفت كتير فيديوهات عم يحطوا خيار اردوينو ISP Programmer، صراحة ما عندي اردوينو اصلية لحتى اتأكد اذا الموضوع يتعلق بالاردوينو اللي هي صينية ام ما صينية، لكن الفيديوهات الاخرى حطت هذا الخيار، وانا مع هذا الخيار ما فتح معي المنفذ نهائيا. راح اتصل فيه مع الاردوينو، اتصل معي فقط عبر هذا الخيار Arduino Board as Programmer Using Arduino as ISP Firmware. المنفذ مباشرة لما أوصل اللوحة راح يتعرف على المنافذ المعرفة ضمن الحاسب عندي. اختار الكون 3 وبرجع بنبه انه لازم اختار الخيار 19200 للبود ريت حتى اقدر استخدمها لهال اللوحة كمبرمجة. كاعدادات قبل البرمجة، هي هي الاعدادات اللي بحتاجها. هلا راح انتقل لربط لوحة الاردوينو مع المتحكم اتميجا، بعدين بتأكد انه تم ربط بشكل صحيح من خلال اكتشاف هل المتحكم متصل ام غير متصل، بعدين باشر بعملية البرمجة.